تنمية ودعم المشاريع الجماعية والفردية، وكذا دعم المشاريع الصغيرة المولدة لفرص العمل والدخل. بهذه المناسبة تحضر معنا السيدة منسقة وكالة التنمية الاجتماعية الأستاذة نادية البازي، فلتتفضل إلى المنصة تحت تصفيقاتكم في كلمة بمناسبة. باسمي وباسم إدارة الوكالة التنمية الاجتماعية وأطر المنسقية الجهوية، لنشكركم سيد العميد على دعوتكم الكريمة لنا لمشاركتكم هذا اليوم الاحتفالي باحتفال بالتعاونيات لتنمية فحص أنجرة، ولاستغلال هذه الفرصة أيضا لنثمن المجهودات القيمة التي تبذل على المستوى الإقليم من أجل صقل كفاءات ومهارات الشابات والشباب الحاملي أفكار المشاريع والذين يحظون بغد أفضل. احتفال اليوم العالمي للتعاونية ضروري نهضروا على التاريخ ديال الاحتفال اليوم العالمي للتعاونية، فضروري ملي نهضروا على الاحتفال اليوم العالمي للتعاونية ضروري نتذكروا على واحد المؤسسة واحد المنظمة اللي سميتها الحلف التعاوني الدولي، اللي هي أقدم مؤسسة في العالم، تأسست في 1895 وقدم واحد مجموعة من المؤسسات الكبار ديال الكتب التعاونية، وحاليا منظم لها أكثر من 200 دولة، والمغرب منظم لها الحلف التعاوني وكيمثلوا مكتب تنمية التعاون. هذه المنظمة بدأت من سنة 1923 وهي كتحتفل بهذا اليوم العالمي للتعاونيات، وكذلك الأمم المتحدة بدأت كتحتفل بهذا اليوم التاريخي. حنا كنخدمو دابا ذكرى 102 ديال الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طرف الحلف التعاوني الدولي. كذلك الأمم المتحدة في سنة 1994 خدات قرار من طرف الجمعية العامة ديالها، وصدر الأمين العام ديال الأمم المتحدة قرار باش أنه ابتداء من سنة 1995 غنبدا نحتفلوا باليوم العالمي للتعاونيات، اللي دابا حنا كنهضروا على ذكرى 30. اليوم حنا في منصة الشباب في جامعة قصر المجاز إقليم الفحص أنجرة للحضور في الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، هذه المناسبة السنوية التي تتم الاحتفال ديالها من طرف الحلف التعاوني الدولي والأمم المتحدة كل يوم السبت الأول من شهر 7 من كل سنة. العمالة ديال الإقليم للفحص أنجرة كتحتفل اليوم مع الشباب والشابات ديال الإقليم بهذا اليوم العالمي للتعاونيات، وكانت مناسبة باش المندوبية الجهوية لمكتبة تنمية التعاون قدمت واحد العرض اللي من خلاله بينت شنو المنجزات اللي كتقدم هذا القطاع المقاولات التعاونيه، شنو المساهمات ديالها في الاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، وكذلك تم تقديم مجموعه من الاكراهات والصعوبات اللي كتعترض هذه المقاولات التعاونيه، واللي لخصناها في جوج نقاط اساسيه. اكدنا على انه الاشكال اللي مطروح عندنا في القطاع التعاوني اشكال ديال التكوين واشكال ديال التسويق. اشكال ديال التكوين اكدنا على ان مكتب تنميه التعاون في اطار برنامج المرافقه اللي كيشتغل عليه، وحاليا حنا كنشتغلوا على الشطر الرابع اللي غادي يستافدوا منه عدد كبير ديال التعاونيات على الصعيد ديال الوطني والجهوي، اللي هو برنامج كيتضمن التشخيص والتكوين والمواكبه لمده ديال سنتين. كذلك ذكرنا على مساله ديال التسويق، ففي اطار السياسه اللي كينهجها مكتب تنميه التعاون مع الشركاء ديالو، وحنا كنشتغلوا على مستوى ديال طنجه تطوان الحسيمه على مع خصوصا في اقليم الفحص أنجرة مع مؤسسه طنجه المتوسط، وحنا بصدد عرض حاليا معرض تقديم معرض في ميناء ديال طنجه المتوسط اللي غادي يستافد منه 160 تعاونيه على اساس انه 20 تعاونيه كل اسبوع لمده شهرين من شهر 7 بدايه شهر 7 الى نهايه شهر 8. الحمد لله اسسنا التعاونيه ديالنا في مجال الخياطه، تخصصنا في مجال خياطه الاطفال، عندنا تكوين وانتاج، عاملين تكوين يعني المرأة القروية والشباب المنقطعين عن الدراسة. صراحة الحمد لله علينا واحد الإقبال اللي هو كبير ما شاء الله. المنطقة ديالنا ما فيهاش تعاونيات، ما فيهاش مراكز، يعني ديالنا الأولى من نوعها، خطوة ماشي سهلة صراحة. ملي بدينا كان شوية المشق، ولكن صراحة فضل المبادرة الوطنية قدمت لنا الدعم، كنا حصلنا عليه. وتوقعتش أنا نشبروا صراحة الله في ديك الفترة هذيك بالضبط، صراحة زعما فكتنا بزاف وغيرت الحال ديال التعاونيه وغيرت الحال ديال المنطقه كامله. المستفيدات العام اللي فات كانوا عندنا 25، العام هذا وصلنا ل 30. خمسه الاشخاص السنه التعاونيه، يعني صراحه الله في واحد التحدي، لان معروف ان الشمال التعاونيات فيهم قلالين شويه، والتعاونيه ديالنا بما انها التعاونيه ديال العسل يعني كتبع بالثقه اكثر من كل شيء، لان يعني العسل الا ما تكونش الثقه ما كاين شيء، كاين والو. ثانيا حنايا صراحه الله التحدي اللي عندنا هو ان العسل في المنطقه يعني ما عندها شي واحد، ما خدمناش عليها من قبل، وما عندناش عليها الاشهارات كثيره باش تعرف العسل، برغم ان معروفه يعني العسل ديال المنطقه هي اجود
انواع العسل، لان المنطقه كتنوع الطبيعه ديالها بزاف. حنايا خمسه الاشخاص في التعاونيه. المهم طبعا استفدنا من الدعم واستفدنا بالدفعه الاولى، ودابا كاين الدفعه الثانيه في الطريق ان شاء الله. انا واحده من هذوك المستفيدات ديال واحد الفورماسيون كانت هنايا دوزنا فيها 5 ايام، وحطيت الدوسي ديالي على اساس اني نكون من المستفيدات ديال المبادره، رغم اني نكون انا من المحظوظات ديال اللي غنتدعم. كنتمنى ان شاء الله نكون انا من هذوك اللي غيعطيوهم الدعم باش نجهز المؤسسه ان شاء الله في بدايه السنه، يكون عندي تجهيزات اللي نقدر فيها نديماري. طبعا كيف ما كتعرفوا ان دابا خصوصا في المجال القروي ركزوا على التعليم الخصوصي اللي ما كاينش اصلا في المنطقه، نحاولوا ما امكن هو نشوفوا نظروا له بواحد الجانب. انا جد سعيده اني شاركت في هذه الدوره ديال مقاولاتي والمهارات الحياتيه. عندنا 5 المستفيدين معنا في تصابيه الدجاج، تنديروا الدجاج البياض، وكاين شكون المسؤولين اللي تعاونوا معنا في الدعم باش نكبروا المشروع ونزيدوا نطوروا المهارات ديالنا في الانتاج البيض ونكتسبوا يعني نقووا الدجاج، تكون الدجاج كثير ونديروا البيض ونساهموا في الانتاج ديال البيض المحليا. في الحرفات الصناعة التقليدية العصرية حليت تعاونية وبديت الإبداع فيها. كنبدع شوية كانت عندنا تعاونية غير المنديل، قلنا علاش ما نبدعوش ونعملوا شي حاجة ماشي غير المنديل، كاين مثلا جليلبات، كاين مخدات، شيلان، بلعد الحاجات اللي نقدروا نعدلوهم. وكنشكر المبادرة الوطنية حيت هي دعمتنا وزادتنا بها قدام، وشكرا جزيلا. دابا يعني عندك فكرة هذاك المشروع اللي هو مبتكر ولهذا جائزة تفضل سيد عبد الشقاق، هل هذه تفضل المشروع سيد عبد الشقاق؟